أطلقت قواتنا قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ودعم من التحالف الدولي حملة الإنسانية والأمن بمرحلتها الثانية. الهدف من هذه العملية هو القضاء على الخلايا داعش الإرهابي الموجودة ضمن المخيم، وأيضا نتيجة تصاعد وتيرة العنف خصوصا بعد مرحلة سجن الصناعة، حيث بينا من خلال مؤتمرنا الصحفي لافتتاح هذه الحملة أن هناك ارتباط ضمن الخلايا النائمة الموجودة ضمن المخيم وخارجه بالارتباط مع متزاعمين في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي تحركها بالدعم الاستخباراتي والأمني وغيرها من المعلومات.